تتلو تحدث وتقرأ تحدث وتقرأ ببابل أرض بالعراق هاروت وماروت اسمان لملكين أنزلهما الله ابتلاء منه لتعليم السحر والتحذير منه اشتراه اختاره خلاق نصيب راعنا كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة انظرنا انظر إلينا وتعهدنا ننسخ نزل ونرفع نزل ونرفع ننسها نمحها من القلوب سواء السبيل وسط الطريق وهو الصراط المستقيم قانتون خاضعون منقادون بديع الخالق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى مثابة مرجعا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم اضطر أو ألجئه أضطره ألجئه المصير المرجع والمقام القواعد الأسس وأرنا مناسكنا بصرنا بمعالم عبادتنا لك ويزكيهم يطهره من الشرك وسوء الأخلاق يرغب يعرض وينصرف سفيها نفسه سفيه جاهل.